فجأة تسرب بالإعلام خبر إنه في نية لفرض عقوبات على يلي ممكن يعطلوا جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. واقف على الحيط. أنا أوقف على الحيط؟ لك وقف على الحيط أحسن ما خلي العصا تعلم على جنابك وجنابه. للوهلة الأولى شعرنا إنه القصة مسحة مثل كل مرة يعني، خصوصا إنه الفرنسيين سبقوا وهددوا بالعقوبات من أكثر من سنة وما نفذوا تهديدهم. كمان سكيورتي؟ القلم ده حقيقي ولا بجد؟ حقيقي. أنا افتكرته بجد. وكمان اللبنانية ما كتير بيقبضوا هيك عقوبات مثل ما قال وئام وهاب وقت اللي فرضوا الأمريكان عليه عقوبات بالأمريكية معي. بس مش باسمي. ما هو تعليق عقوبات شلوة ولا ما أنا لا لا بعدك ما فيك تسافر على أمريكا، حاطت مصرياتك بالبنوك الأمريكية. أنا ضحكان عليهم. إيه ما حتى على بريطانيا فيش طلبت فيزا معطوني على أساس إنه راس سعره تجميد حساباته المصرفية بأمريكا وهو ما عنده حسابات هناك أصلاً. فيش خلقك فيش مصاري ما فيش أحسن من القعود لا تهش ولا تنش، وإنه يمنعوه من إنه ياخد فيزا على أمريكا وهو ما كتير بحب يروح على هوليوود. هي سهلة كتير، عملي حساب بحدا ما إلك صلة فيه. إيه؟ وما حدا من اللي حواليك بيعرفه. خلص خدي ضماناتك انت منه، اعملي 4-5 حسابات بعلمك. شكرا. شو معي تعمل حسابات؟ بعلمك اذا بدك. بس هالمره القصه اكبر شوي، يعني 5 دول عظمى بالمنطقه وبالعالم اللي بيسمون اللقاء الخماسي لوحوا بالعقوبات، يعني امريكا وفرنسا والسعوديه ومصر وقطر. ولا من الكليه في ايه كلكم عليها ولا ايه؟ وهيدا معناته اولا انه قربت ساعه الصفر لانتخاب رئيس، واخيرا يعني لو بعرف صلغت صلغطت، وانه مرحله المزح خلصت وصار في قرار لتسكير صفحه الفراغ. فرط النصاب. استاذ سليم عون ما بتكون تمارسوا العمليه الديمقراطيه ولا خلصت؟ مين عم يحكي؟ انت خيي وحبيب قلبي وصديقي وشريكي، بس الشغل شغل عظيم. بس النواب اللبنانية بدل ما يشوفوا معنى هالتهديد صار كل واحد يفسره عزوه، يعني نواب السيادة اعتبروا انه المستهدف من العقوبات هني نواب حزب الله وخلفائه. وانت يا نوتك فرحان كتير؟ اول حقه قوم وقف حده. ونواب الممانعة اعتبروا انه المقصود القوات والكتائب والتغيير لانهم لوحوا بمقاطعة جلسة الانتخاب، اذا كانت طبعا بتوصل المرشح سليمان فرنجية على قصر بعبدة. وهذا كله غش بغش بغش بغش. مين المحقوق؟ انت. ومين المحقوق؟ انت. يعني رجعنا على نفس الدوامة، كل فريق بحط المسؤولية على التانيين، ومش عارفين نوابنا الأفاضل إنه الدول الكبرى ما بتشتغل عندهم، وإنه العقوبات بتستهدفهم كلهم، يعني كلهم. يعني أي نايب بيقاطع جلسة الانتخاب سواء بيسمي حاله سيادة أو ممانع أو تغييري أو تعتيري، كلكن ويعني كلكن اللي معتبرين حالهم بمنقى عن العقوبات، بس لو بيتذكروا شو صار بجبران باسيل بعد ما الأمريكان فرضوا عليه عقوبات. وإجا وقتها أحد العارفين يقول لي أنه من الضرورة تكون وزير خارجية لأنه الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع من فرض عقوبات. يعني رئاسة الجمهورية اللي بيحلم فيها كل ما شرقت الشمس ما عاد استرجع يترشح، على الوزارة بتصير صعبة كمان. أنا على القليلة بعرف أنه مش أكلي. يعني كنت مستوهم منه كتير قبل ما يعمل الرئيس عون رئيس، وتأكدت من هيدا الشيء، ومشان هيك يعني واحد لازم كتير يفكر قبل ما يعمل رئيس إذا بيربح أو بيستفيد شخصيا يعني. بكل الأحوال وبصرف النظر عن أهمية العقوبات أو عدمها وعن مين المستهدف فيها، معقول الدول تكون حريصة على انتخاب رئيس للبنان أكتر من اللبنانيين نفسهم؟ ده الغريب لقيته حن، والقريب شيطان وجن. معقول سفر الدول الخمسة يجولوا على الكتل النيابية بلبنان ويطلبوا منهم ينتخبوا رئيس بأسرع وقت، والنواب اللبنانية يتسابقوا على تعطيل الجلسة ومقاطعتها؟ قطع لي تقطع لك. هتضرب حنضرب، هتكسر حنكسر، هتحرق حنحرق.
معقول الحكيمة اللي كان رافض اقتراح جبران باسيل لانتخاب جهاد أزعور صار اليوم وبعد ما حس إنه فرنجية ممكن يفوز موافق على أزعور وعم بترجى جبران يبقى على موقفه؟ بس رح أطلع برات النص وقول له أهلا وسهلا بوزير جبران باسيل ونحن حريصين على التحالف استراتيجي نحن وياك يا مع الوزير. بدك يعملها؟ تعملها. معقول الشيخ سامي ما بقى يهمه موقف السعودية ولا يسلم الشرف الرفيع من الأذى؟ نحن رح نعطل الجلسة ورح نمنع انتخاب سامي فرنجية إذا كان سامي فرنجية بس المملكة العربية السعودية عم تتحدث عن عقوبات لكل من يعطل. يلا نحن مستعدين للعقوبات. كل هالشي بس تيمنعوا انتخاب رئيس؟ رجعنا على شعار أنا أو لا أحد؟ شو عاملين انتو اشتراك بالفراغ الرئاسي أو حالفين يمين انه ما تخلوا استحقاق رئاسي مر من دون طن ورن وانهيار اقتصادي اضافي؟ بدكم تفرضوا؟ بدكم تعطلوا لتفرضوا؟ نحن رح نعطل لنمنعكم تفرضوا. قال بيقولوا دايما الحق على الخارج، اي محل الكحل بعين الخارج ويعيب الشوم عهيك داخل.